الحالات اللي قالها معاكي محمد الدسوقي الله يرحمه، كان صاحب الله جميل يرحمه الله يرحمه الله يرحمه يعني، اتخطف مننا يعني، بس دي إرادة ربنا سبحانه الله وتعالى. يرحمه. محمد قلت له انا عنيدة وعصبية ويعني مش اي حد يستحملني. انا ما شفتكيش خالص عصبية الحقيقة يعني، لا رغم ان اصل احنا انا قعدنا مع بعض كتير قوي، ان ما عصبية، شفتكيش لا انا عنيدة عنيدة. وده واضح في كل حاجة عصبية، بس ماما ربتني ان انا العصبية دي في البيت مش في شغلي، لان مفيش حد هيتحملني غير اهلي، فانا ببقى عصبية في البيت. داخلي، ولما تخرجي ما تبقيش عصبية لا بعمل كنترول، وده طبعا بياخد مني طبعا، مجهود طاقة طبعا. فظيع، ويعني بيوترني جدا، فبيخليني لما ارجع البيت ابقى منفجرة جدا، هتطلعي كل حاجة اطلع كل يعني، حاجة كويس قوي ان هم في البيت مستحمليني. بصراحة. كتر ألف خيرهم، محدش يستحملني بصراحة. وكويس ان الطفل عنده 6 اشهر ما اكتشفش الحكاية دي لسه. احنا لا ما قلناش لسه، اسمه ايه؟ خالد اسمه خالد. اسمه خالد اسمه خالد علاء عبد العزيز محمد. والعند بقى لغاية فين يعني؟ يعني العند لغاية فين؟ مش بس انا عارف، اعرف ان انت انا بس انا يعني ما فكر بتتأثري يعني، بآراء الآخرين وبتسمعي ودنك مع الناس وبتقولي انا وبتاخدي بسمع وتدي، كويس جدا ودايما جدا، لما تعملي عمل تتكلمي ده وتقولي ايه رأيك وده يعني اسمع كويس جدا، بس في حاجات كده اقف فيها يعني، تقفشي. ما اعتقدش ان هو عند، طبعا في ساعات بيبقى عند ضدي يعني اكيد يعني، لكن يعمل لك مشاكل ممكن. مش مشاكل، بس هقول لك حاجه، هو عندي انا ببقى مقتنعه بيه بصراحه، بيبقى في وجهه نظر، ما بيبقى طبعا في ما دام انت رؤيه عنيده تبقى لازم تبقى خلاص دماغك قفشت على الحكايه دي. يعني، يعني مش عند اعمى. ما خسرتيش خالص حاجه بسبب اللي عندي ده؟ لا بسبب العند ما خسرتش حاجه، لكن بسبب ممكن ساعات اتسرع يعني، يبقى عندي رياكشن سريع، تعملي مشاكل لنفسك. اعمل مشاكل لنفسي مش لغيري على فكره، دي مهمه جدا ان انا اوضحها يعني. انا عصبيتي او عندي او يعني الرياكشن السريع دايما بيضرني انا، مش بيضر الغير، لاني انا من النوع اللي بفكر في غيري اكتر ما بفكر في نفسي، واعمل حساب غيري قوي لاني احب اتعامل كده، فاللي انا بحب تحب الناس تعمل حسابك. احب الناس تعاملني بالاسلوب ده، فزي ما انا بحب الناس تعاملني بعاملهم الاول كده. وبيبقى ساعات تتقابلك مشاكل كتير على حد علم انك تعملي كده وما تاخديش ده خالص. ما لو ما خدتش ده خلاص بيبقى، ببقى اهو ده بقى العند بقى، مثلا تلاقيني بقى يبقى اللي قدامي ده يبقى قدامي وهو مش موجود، خلاص ما بتشوفيهوش خلاص ما ما بشوفوش. بتشوفيهوش سبحان الله. ده في حياتك الخاصة مش كده؟ ولا في شغلك كمان؟ لا في كله في كله في كله في كله. ليه علاقة يعني بقراراتك الخاصة بانك تخبري فلان؟ هل برضو العند عمل ليه لعب دور في الحكاية دي؟ انك انت مرة تسرعتي واكتشفت ان ده كان غلط؟ لا هو ما كانش تسرع، ما كان لا ده ما كانش تسرع، بس اكتشفت انه ما كانش هيبقى، ما كانتش هتبقى علاقة ناجحة. ما كنتش شايفة كويس. ما كنتش شايفة كل ما حاجة، كنتش شايفة كويس ما كنتش شايفة كل حاجة. كل حاجة، وقدرتي تشوفي كل حاجة قبل ما تاخدي القرارات اللي هي الحاسمة اللي هي الجواز. ده خوفك؟ خوفك. ايوه وكمان الشائعات بتخوفك الكتير اللي بتطلع عليكي؟ لا ليلى علوي اتجوزت واحد عربي، وليلى علوي عملت لا لا محطة لا لا بنزين، وليلى علوي لا عندها لا لا قصر في الغردقة. لا 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 خالص لا، اصل الناس موجوده وعارفه وشايفه يعني، عارفين ان انا عندي 300 متر في الغردقه زي اي مواطن مصري عادي جدا، ومش على البحر كمان يعني، لا ترى البحر، لا تراه ترى تراه البحر بس من بس عن بعيد. بعد. بس بيت جميل جدا وبحبه جدا، وبالنسبه لي قصر انت طبعا. عامله لنفسك حياه هناك. ايوه وخلينا نقول قصر الصيت ما ولا هو الغنى. بالنسبه لي قصر، ايوه هو بالنسبه لي قصر سعيده بيه، و انت عامله لنفسك حياه خاصه في الغردقه وبتختفي كده من العيون، واكلمك تقول انا في الغردقه وعامله لا مش مختفي على العيون بقى، انا بحب بتعملي ايه؟ الهدوء يعني، انا لو ما عنديش شغل وكده ما بقدرش اقعد في القاهره كتير، الضوضاء بتزعجك. الزحمه والكلاكسات والتليفونات وانك طول ما انت في القاهره مش ممكن حد هيكلمني يقول لي احنا انت النهارده عندنا كذا تعالي النهارده، لازم تبقي تيجي ما تقدريش في الغردقة. فاهمني؟ انا في الغردقة انا في الغردقه مش هعرف، مش هنعرف ففي نجيبك. هدوء اكتر، في استجمام اكتر، في بعرف اقرا اكتر، بعرف افكر اكتر، ولو انا مثلا متضايقه او عندي مشكله او اي حاجه اروح هناك انساها. قولي لي على حاجة رحتي مرة الغردقة مخصوص عشان تنسيها.
يعني هل لما حصل انه بدات الناس تتكلم ليلى علوي زاد وزنها وليلى علوي ايه مش عارف ايه وليلى علوي ايه، هل ده ضايقك اول درجه انك كنت حسيت انك محتاجه تروحي تقعدي بالغردقه شويه تاخدي قرار بانك تعملي هذا الرجيم الرائع اللي انت عملتيه؟ الله يخليك. لا هو مش ضايقني علشان خاطر الناس بتقول كذا، هو يمكن ضايقني طبعا لاني انا مش حابه نفسي كده يعني. مش بس كده كمان انت بتخسري ادوار وانت ممثله لكل الادوار. أكيد. يعني ده بيخسرك تواجد معين. أكيد. اكيد وده برضو حقيقه انا ما لقيتش السنه اللي فاتت اعمال تعجبني اعملها، والا لو كنت لقيت عمل يعجبني، ودي نقطه مهمه جدا، كنت قرصت نفسي عملت جامد جدا الفظيع. وعملت زي ما حصل مثلا في المسلسل ده دلوقتي حديث الصباح والمساء. يعني ده من ضمن الحاجات، كنت انا حقيقي بادية رجيم بس ده من ضمن الحاجات اللي ادتني بوش جامدة ان انا ازق نفسي كده. عارف ازاي؟ حقيقي ما لقيتش نص لا سينما ولا مسرح يعني يعجبني. فكنت مهملة زيادة برضو. ريحتي بقى. كنت مهملة زيادة يعني. السمنه دي بتيجي من الاكل فعلا يا ليلى، ولا انا اعرف ان انت ساعات بتبقى متضايقه فده بيسبب لك الحكايه دي؟ يعني هل هي اكل بس؟ اصل الناس فاكره ان السمنه لا. انت أكل. طبعا عارف ان انا كان مريت بكذا حاجه، كنت باخد فيها كورتيزون واخده حقن كورتيزون في رقبتي وفي رجلي، وايام الغده النكافيه لما جات لي اخدت 40 يوم كورتيزون حقن وبعدين اقراص. ده بيعمل تخنه فظيعه، ده بيلخبط كل حاجه في الجسم. ده معروف جدا يعني. هو طبعا سحر، لكن سحرك علاج، سحرك علاج يعني انجازات طبيه كويسه جدا، لكن طبعا بيبقى له اضرار تانية، بس مش هو لوحده برضو للامانه يعني. شوكولاته برضو تلعب دور؟ لا 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 ما تصدق يا جماعه والله ابدا. أنا بس على فكره ما بحبش الحلو قوي. عارف انا عارف انا عايز تقولي دوت. انا عارف والله يعني هنقعد ناكل مع بعض. وعارف انا احب المكرونه العيش جبن وكلها حاجات هاي كالوري يعني. بس هل دي عند ليلى يسبب لها احيانا زياده في الوزن؟ يعني انت مثلا بيعمل لك كده والفرح كمان؟ لا لا، لان في ناس بتبقى لما تبقى مضايقه بتاكل ولما تبقى فرحانه تاكل. لا انا لا، لما اكون متضايقه ابقى متضايقه وكده فاطلع عصبيتي وبيقولوا ايه، همي في الاكل. همي في الاكل. لا اعترف يعني احبك وانت بتتكلمي بصراحه فظيعه كده، وانت طول الوقت بتتكلمي بصراحه. طيب ما اصل يعني ما ناس كتير زي كده يعني. طبعا يحيى كده. اصل عايز اقول لك حاجه، يحيى الفخراني كده. عايز اقول لك حاجه، انا ولا نجمه ولا بتاع ولا، انا بني ادمه زي ناس كتير قوي قوي قوي، عندي نفس مشاكلهم وعندي نفس لا بس انا عايز اقول لك حاجه بقى، انت بتقولي كلام مظبوط صح طبعا، بس يعني انت عندك مسؤوليه لانك انت. طيب انا ما انكرتش المسؤوليه. لان انت مش زي أي يعني انا مش بحبزك على البشر، لكن انت ظروف عملك بتخلي ملايين تشوفك، وبالتالي انت مسؤوله على انك انت تبقي متواجده بالشكل اللي يرضيك انت ويرضي الناس دي في نفس الوقت، واللي يرضي الدور. طبعا طبعا طبعا. فانا اكتر حاجه رغم ان انا سواء وزني ساعات بيطلع وساعات بينزل ومره فوق ومره تحت انت فاهمني ازاي، لكن عندي حاجه واحده شايفاها ويمكن كررتها في يعني قولها كتير، ان انا ما بعملش دور غير وهو لايق عليا شكلا وجسما وموضوعا وامكانياتي كممثله. حبي الكبير لم ينتهي بالزواج، ده تصريح قالته ليلى.